تحت رعاية سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف، احتفل معهد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج 61 من المحامين الجدد الذين أتموا بنجاح برنامجا تدريبيا مكثفا امتد لما يقارب 6 أشهر. حضر الاحتفال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني. إظهار للحقائق وتحقيقا للعدل وتأكيدا لسيادة القانون، مهنة تطالها مسؤولية كبيرة وخبرة مهنية في مجال المحاماة، إضافة إلى ما يكتسبه المحامون من مهارات وشهادات أكاديمية. من هذا المنطلق يحتفي معهد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج 61 من المحامين الجدد من برنامج التدريب الأساسي في نسخته 13، والذي ينطلق كل عام ليصل عدد خريجي المحامين إلى 850 محاميا تخرجوا من البرنامج منذ انطلاقته. نحتفل بتخريج الدفعة 13 من برنامج المحامين الجدد، وده واحد من أهم البرامج اللي بيفخر معهد الدراسات القضائية والقانونية إنه بيقدمها بشكل سنوي لجموع المحامين. هذا العام بتخريج 61 محامي متدرب هذا العام يكون إجمالي من تم تدريبه في برنامج المحامين الجدد منذ إطلاقه لأول مرة ما يزيد على 850 محامي. هذا البرنامج الحقيقة هذا العام يتميز بأنه برنامج مطول على مدار 22 أسبوع متصل، فيما يتجاوز 500 ساعة تدريبية، كان منهم أكثر من 65% للمعارف والمهارات والزيارات الميدانية والمحاكم السورية. منذ سنوات طويلة تربو على 13 عام ونحن نعمل جاهدين من أجل تدريب وصقل مهارات المحامين. لا يمكن لهذه المهنة أن يتبوأ فيها إنسان إلا لديه حلم نظري وعملي، لأنه بيكون تحت مسؤوليته أرواح الناس وأموال الناس وحرية الناس وحقوق الإنسان وتنفيذ القوانين، وعلى رأسهم الدستور مملكة البحرين أن يكون حاضرا في ذهنه دائما وأبدا. يأتي برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد في نسخته 13 تأكيد على مواصلة الجهود المبذولة في تعزيز مهارات المحامين للتعامل مع متطلبات التطور الرقمي في المجال العدلي. سعيدة في هذه المشاركة في هذا البرنامج الجميل جدا والقيم إلى كل محامي مبتدئ في هذه المهنة، أضاف لنا هذا البرنامج الكثير من المعلومات القيمة واللي نحتاجها احنا في السوق. أشكر جميع القائمين على هذا البرنامج بشكل كامل. نشكر إدارة معهد التعليم القضائي والقانوني على هذه المبادرة الجميلة، وكوني أنا متدربة في هذا المعهد في هذه الدفعة تحديدا تعلمنا واكتسبنا مهارات ومعلومات كبيرة في المجال القانوني، فكل الشكر والتقدير لإدارة المعهد لتنظيمهم هذه الدورة. يعد برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد من ضمن الإنجازات التي حققها معهد الدراسات القضائية والقانونية وفيما يقدمه من خدمات تدريبية وبحثية وتعاون مؤسسي على المستويين الوطني والدولي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.